في الساعات الماضية نفت القاهرة وجود أي ترتيبات أمنية جديدة مع تل أبيب حول محور صلاح الدين المعروف أيضاً بمحور فيلادلفيا الواقع على حدود قطاع غزة، لكن إسرائيل أعادت لتؤكد عكس ذلك. صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إن إسرائيل أعطت القاهرة تطمينات واضحة بأن أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى منطقة سيناء. الصحيفة أضافت أن مصر متشككة في نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، لذا طالبت بضمانات ولم تقبل بوعود شفهية. هيئة البث الإسرائيلية نقلت أيضاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح والمحور، وهو ما نفاه مصدر أمني مصري رفيع المستوى، مؤكداً رفض بلاده مناقشة أي أمور تنتهك الاتفاقيات الموقعة في السابق بشأن المحور. الحديث عن محور فيلادلفيا تجدد بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيتجه إلى رفح الحدودية مع مصر بعد أن ينهي مهمته في خان يونس، رغم التحذيرات المصرية من عمليات عسكرية قرب حدودها في قطاع غزة.